ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رايح القاهره، عندي حاجتين مهمين جدا لهم علاقه بالجرافيك ديزاين والتايبوجرافي واللوجو ديزاين والبراندنج ويعني كل ما يتعلق بالقناه تقريبا. قلت اخدكم معايا ونشوف كده الرحله دي هتخلص على ايه، يعني تعال نطلع حاجه مفيده يعني. يلا بينا. من اسمه هو معرض للشعارات العربيه للناس اللي كانت شغاله معاه في الدبلومه بتاعته. المكان زحمه جدا فوق، بس هحاول بقدر الامكان اخلي عبد الغني يشرح الموضوع. يعني عربيات، ماشي مش مشكله، احنا هنطلع ونشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا. عامل ايه؟ والله يعني هي عملت شغل يعني الفنانين لما يحبوا يتفرجوا على الفن. فكرة الدبلومة بدأت من عندنا مشكلة في الشعار العربي بشكل عام. الشعار العربي بتعمل أكتر من أسلوب، يا إما إنك تعمل ديجيتال صرف أو تعمل مثلا فونت جاهز، والأغلب بيبقى فونتات بتعدي عليه. تيجي تبص بقى اللي بيحاول يكستم الحاجة نفسه للحرف بتلاقي مشكلة في فهم الحرف نفسه، تشريحه وتركيبه وعلاقة الحروف مع بعضها. يعني مثلا ممكن يستعين بعلاقة تزود حرف أو علاقة تنقص حرف أو مش مقروء، أو لو هو مقروء تمام ومش أخطاء في كمية زيادات هو متخيل دوت من جمال الخط العربي. فبالتالي بدأنا بخط النسخ، بعدها دخلنا فهم خط النسخ، نفهم عملياته اللي جميل وليه النسب بتاعته عاملة كده. بتيجي المرحلة اللي بعدها نبدأ سكتش، نرسم أدوات مختلفة. في النص بناخد محاضرة خط كوفي حسام مختار بيشرح أنواع خط الكوفي، بعدها بنبدأ إن احنا نعمل كاستم تايبوجرافي. الناس تكستم هي بعض الحروف والاشكال، تحاول تعبر عن معنى معين، وبعد كده بدا يخش مرحله اللوجو. في بعض الجماليات والمبادئ والقيم اللي في الخط العربي بشكل عام هي نفسها اللي موجوده في تصميم اللوجو. يعني مثلا اللوجو المفروض انه يكون تايم ليس، ملوش مده زمنيه. الخطاط بشكل عام لما بيجي يعمل لوحه بيعملها على اساس ان هي تعيش مدى الحياه، مبدا التجريد والتبسيط، مش لازم اعمل مثلا كلمه الحريه والانطلاقه على شكل طائف. فالخط بيعمل نفس عمل الشعار المجرد. اتكلمنا عن المكان بقى نفسه والمعرض نفسه وهدفه كان ايه؟ فكره المعرض قايمه على ان الناس اللي اشتغلت اول حاجه ما يوقفوش، يبقى عارفين ان على الاقل في مكافاه حصلت. من الحاجات برضو المهمه الكوميونيكيتنج بين الناس وبعضها، يعني كل ما جروب بيخلص بنضمه على جروب بيجمع كل الناس كل ورش، بالتالي لما الناس بتكتر الناس بتعرف بعضها، يشجعوا بعض، يدعموا بعض جدا، فده يعني بيخلق بيئه جميله جدا وحماس وتوافق طبعا. حلو جدا، ده حاجه مفيده برضو لان الناس اللي حضرت الدبلومه نفسها واللي اشتغلت بايديها ان هي تشوف بقى فيدباك من الناس لايف كده قدامهم، يعني كل واحد يشوف شغله وهو متعلق والناس بترياكت عليه. في ناس ديزاينرز جامدين جدا موجودين يعني، فبيقولوا رايهم ويوجهوا الناس، فده كويس لطيف. الحاجه الثانيه بقى اللي هنعملها النهارده ده ديزاينرز ميت اب او تجمع مصممين، هيبقى تجمع جامد جدا ان شاء الله. هيبقى فيه بقى طارق الزيني والناس اللي كانت موجوده هنا هتروح هناك اصلا. هحاول اعمل لقاءات مع بعض الناس هناك على قد ما اقدر يعني ان شاء الله. و بس مش عارف مفيش منها اي حاجه ثانيه اقولها، خلاص كده كفايه. يلا بينا. اهلا مستر رامز. السلام عليكم. هاي اسك ديزاينر بودكاست حبيبي. اجمل بودكاست للديزاينرز في العالم. طبيل الاسك ديزاينر بودكاست بدا تقريبا في شهر 6 اللي فات، بدا عشان ما فيش بودكاست عربيه كتير بتتكلم عن الديزاين وكده، وعشان المحتوى الموجود عربي اصلا عن الديزاين قليل جدا. في ناس كتير قوي موجودين بيفيدوا الناس بشكل غلط. اكتر حاجه الناس بتشرحها في مصر بتشرحها عموما يعني في الوطن العربي تول، دايما مركزين على التولز، دايما مركزين على التولز، محدش بيخش في البروسس، محدش بيخش في البيزكس، مع ان البيزكس دي اللي بتبني بعدها كل حاجه يعني.
فاحنا بنحاول ناخد الحته دي في حته الكرييتيف خدها من الناس اشتغلت في ده ووصلها الناس تاني لسه بتحاول تبدا او بتحاول تتعلم يعني. اه يلا نجيب ناس كويسه ولا نجيب ناس كبيره نخلي الناس تسمع الصح عامل ازاي وكده. في كمان بنجهز لكام سيريس المفروض هنسجلها كذا توبيك. في طبعا توبيك كده احنا مخصصينه للهزار والهس هيبقى برضو في الديزاين. انتظروا الكلام الجامد ده ومستنيين طبعا الفيدباك. دي كده حاجات حصريه جداً. في البلوج بتاعنا هنحط اللينك بتاع البودكاست في الديسكريبشن وبس. شكرا. بتعمل ايه لما يبقى عندك ارت بلوك؟ بس كنت اسافر بس. بتعمل حاجه تانيه؟ بزهق فبتطلع بعض. بطلع الايباد واقعد اكتب اي تايبوجرافي في اي حاجه واقعد افكر في المشكله دي واقعد افضل ارسم اي حاجه. انا ساعات بقى جيمنج بقى شويه يعني بهوى دماغي خالص. بتعمل ايه لما يبقى عندك ارت بلوك؟ هو ده تمرين شفته بتشخبط شخبط عشوائيه تمام من غير ما تفكر وبتقعد تبص على الشخبطه دي فتره معينه وبعد كده بتشوف بقى انا ايه الاشكال اللي اقدر اطلع منها في الموضوع ده. هو ده انا كنت عامله النهارده وجربته طلع معايا شكل دجاجه. بقعد في اوضه ضلمه ما اتكلمش مع حد او بنزل اقعد على القهوه. مديتيشن يعني. بتعمل ايه لما يبقى عندك ارت بلوك؟ اه في ارت اساسا عشان يجي بلوك. بقعد اتفرج على افلام وانمي. ممكن اسافر دهب بسافر الاقصر بالعربيه كمان سواقه. انا بقدر نفسي عشان اشوف حاجات جديده تماما ده بيساعدني كتير ان انا افك. انا شايف ان الموضوع ما ينفعش يعني ان احنا نقول عليه حاجه لحد وننصحه ان هو يروح يعملها. لازم الناس هو يجرب ويلاقي الطريقه اللي تناسبه يعني. زي ما احمد هو بيسافر انا ساعات اقعد ممكن انزل على القهوه خلاص كده انا الفكره جات لي وانا قاعد على القهوه. اي حاجه يعني الحمد لله بترزق يعني. عايز جدا. المفروض الايفنت هيبدا حالا احاول اصور على قد ما اقدر بقى فمستعد. يعني المصادفة اللي قاعدين دلوقتي كلهم فريلانسرز. انت صاحب بيزنس. انا اسف. انا اسف. عندي كلاينت واحد. اقصد ان انت مش رحبوا يا جدعان باكرم ويليام. الله يكرمك. وانا ابتديت الموضوع كادفرتايزنج مان بعد كده عملت توتال شيفت بعد كده لبراندينج. ده السبونسر بتاعنا يا جماعه. السبونسر بيجري بس يعني بيطمن على الاودينس. ممكن ده يبقى بالنسبه لناس كتير جدا شكله اولد سكول مش فانكي مش حاجه جديده لكن هو بيماتش الشركه وطبيعه الشركه. دي تعتبر ايكون فيها تفاصيل كتير جدا وفيها حاجات كتير بس هل هستخدمها بنفس الشكل ده على طول؟ صعب. لازم يكون ليها كل الاستخدامات بتاعتها سواء الوان كلر الالوان الغامقه الفاتحه الداهي كل الكلام ده. التايب فيس واختياره والفونت ما بنحاولش ان احنا برضو ايه نرتجل فيه قوي زي ما الناس بتعمل لانه النهايه بتاعته بتاثر بشكل كبير جدا على كل حاجه. يعني مثلا واحد عمل بوستر الفكره بتاعته كرييتيف جدا فهو بيروح يتخيل ان هو ازاي هيعلمه يبقى كرييتيف. لا هو هيعلمك تكنيك هيعلمك تولز ما تبقاش اللي هو الكونسيومر اللي مش حاسبها صح. اللي عايز الموضوع سهل. الموضوع مش سهل وعمره ما كان سهل. هو بيديك تكنيك الباقي كله عليك انت. هو بيديك 20 30% وال 70% مجهود عليك. بالظبط. كل واحد كده عنده كونتنت بتاعه ريفلكتد على شخصيته من على شخصيته على شغله وهو كذلك. انا تصادف جدا جدا الستايل اللي انا ماشي بيه طول حياتي هو ريفلكتد على البريفز. ماكدونالدز كله الوان حتى دولسيكا ويفر دي كلها الوان. ترامب دي الحاجه الوحيده الكئيبه اللي عملتها مش عارف ليه. انا الانتراكشن بتاعي كان عباره عن كرتون فيديو جيمز لعب بتاعت زمان والستريترز بيرسموا حاجات فانكي. انا ما شفتش حد في الميدل ايست بيحترم الشغل بتاعه وبيشتغل بليفل عالي بيشتغل على الويب سايتس دي. اكتر حاجه بتداون جريد الاسم بتاعك كديزاينر هو البلاتفورمز دي. ليه؟ لانك انت ممكن تكون طلعت بلوجو في كونسبت وفي فكره وحاجه عظيمه وفي الاخر انت مش عارف تبيعه فيلا 9 دولار. ولو باع مره واتنين الموضوع بيبقى بقى ايه مغري فتبتدي تستمر لغايه ما تبتدي بقى ايه وتكتب وركس ات فايبر بقى ولا وركس اه ودي مكتوبه كتير جدا وفي ناس قاعده كاتباها بس تمام. عارفك وهجيبك. لو انت حسيت في مرحله ما انك مش عارف تسلف ليرن بجد والموضوع طلع دلع ومفيش كوميتمنت حقيقي انت بجد تبتدي دور على اللي يديك الاكسبيرينس دي. لو انت كوميتد بي فريلانسر. اف يو نوت كوميتد انزل يا باشا. يعني هو اصلا ان انت تبقى كوميتد وانت فريلانس ده حوار مش سهل خالص. يعني هو حوار صعب جدا. انت كل يوم لازم تصحى النهارده في ديزاينر كده انا بحبه جدا اسمه جورج بوخا ما اعرفش انت تعرفوه ولا لا. بيقول لك ان الارت او الديزاين عامل زي البادي بيلدينج بالظبط مفيش شورت كات. يعني انت عشان تبقى جامد في حاجه الطريقه الوحيده ان هي ان انت تكررها كتير جدا. هي معلومه بديهيه بس انت ما بتستوعبش كده الا لما فعلا بتحاول تعمل الموضوع ده. فانا ساعتها كنت لسه بالمايند سيت بتاع الديزاينر اللي هو ايه يشوف مثلا لوجو فونت بس كده يقعد يقول ازاي ده انا لو سابوني اعمله هشقلب الدنيا وازاي يدفعوا له مش عارف المبلغ ده كله
واحده واحده بقى لما شفت يعني ايه براندنج واستراتيجي والكلام ده، المايند سيت بتاعتي بدات تتحول من فكره ان انا افوكس على اللوجو بس، لان في حاجه اسمها براندنج وايدنتيتي، وانك يبقى عندك نوليدج باللانجوج بتاعت الكلاينت اللي هي البيزنس نوليدج. في بريفات، البريفات المستعجله انا بطلت اخدها، اللي هو الناس لو بقول لك احنا مستعجلين بكره الصبح بتيجي. هو ليه انا برفضه؟ لان هو ده بيديناي اهم مرحله في الموضوع الريسيرش. اللوجو هيطلع اي حاجه. طب ولو حد مش قادر ان هو يرفض الشغلانه وهياخدها؟ بتتعمل عارف الحاجات اللي فيه، بص عند كل ديزاينر في درج كده مليان حاجات مش بتطلع، بيتحط في الدرج بس ممكن تاخدها عادي. هو جوز اتنين شاتر ستوك في بعض كده. بس يعني خلينا نتفق بنسبه كبيره الحاجات اللي معموله صح لازم تكون شكلها حلو. اه في بيزنس اوبجكتيف وفي حاجات ممكن تطلع قلشه، انا بعتبرها قلشه. انا بالنسبه لي اه استراتيجي صح واوت بوت شكله حلو، ما تقوليش دي منفصل عن دي. يعني في ناس دايما بتقول لك انت ما كنتش تعرف اصل احنا تمام شكلها وحشه يا معلم، مش مقديه الغرض اللي انت بتقوله. مفيش حاجه اسمها في الدنيا تصميم حلو او ديزاين حلو فكرته عشان معمول له لايكس كتير، ما تجيش تقول ان واحد مثلا انا ده هو اصله ده بيتشاف اكتر. الموضوع فعلا احنا بنعمله عشان احنا بنحب المجال قوي، كل واحد واخد من وقته وشغله وكله، وانتوا برضو انتوا كل واحد سايب شغله وفريلانساته وحياته عشان يجي يسمع كلمتين يستفيد بيهم واحنا نستفيد منكم، ولما نقابل بعض الموضوع بعد كده بيبقى ألذ. يا هلا يا هلا، لقد عدنا من جديد. كان يوم حلو، كان يوم حلو ومليان يعني لطيف، انبسطت. اكتر حاجه يعني انبسطت فيها في اليوم ده فكره ان انا اقابل ناس علاقتي بيهم كلها كانت بس سوشيال ميديا. لو ايوه مثلا واحد يقول لي انت مروان عمرو، ايوه انا مروان، وسهلا انت مين، مش عارف، ما انا مش عامل له ايه. الموضوع كان محرج حبتين بس يعني يفتح يوريني صوره البروفايل بتاعته، الشات اللي يا ابني احنا ما بيننا شتات، بس يعني دي كانت تجربه كويسه يعني، قابلت ناس كتير والعدد كان كبير يعني الحمد لله. ان شاء الله تتكرر تاني، ولو اتكررت يا رب اروح. اتمنى ان يكون اليوم كان لطيف وخفيف عليكم، انتظروا بقى فيديوهات قادمه باذن الله. ابتديت اخش في جو اليوتيوبرز ده تاني، يعني ابتديت ابقى يوتيوبر من جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمل لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناه لو انتم مش عاملين، وهتلاقوا اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن، واللينك بتاع اسك ديزاينر برده هتلاقوه في الديسكربشن. هحاول الناس اللي طلعت معايا واتكلمت احط الانستغرام مثلا او فيسبوك عندها بتاعتها في الديسكربشن برده عشان تخشوا تتابعوهم وكده. وبس يلا سلام. يا ابني بريكورد ولا لا؟ يا ما ريكورد اهو خلاص، انا متخيل نفسي في الكاميرا بقى. الو ليش يا جماعه صوت البوس هيطلع في الاخر؟ هتطلعوا حبيبي الراجل انا مسميه مارتي نعمان عشان ما اعرفش انطق الاسم التاني. كل ما انت بتعمل حاجه كومبليكيتد بتروح للفاينلايزر بيبقى عايز يضربك. ايه ده برضه مش مسمي ليه؟ ليه حيوان؟